نبدأ حلقتنا بخبر أو مكالمة لفنان حساس يقظ يبعث الحياة والفرح. أتحدث عن الفنان الكبير تامر حسني إذ أحيا الحفل الغنائي في مدينة جدة مساء البارحة ليكون أول مطرب عربي يحيي حفلة غنائية في السعودية وتحديداً في مدينة جدة بحضور العائلات والشباب. بلغ عددهم حوالي 6000، حضور لافت طبعا سجلت الحفلة الحقيقة نجاح كبير، وحتى التذاكر نفذت بشكل سريع منذ إعلان هذه الحفلة. الجمهور كان متفاعل بشكل حضاري ومميز، وأعتقد أن مشاعر تامر حسني كانت مميزة ومختلفة لأنه عنده دهشة جمهور جديد. للحديث أكثر ينضم معي عبر الهاتف الفنان تامر حسني. أهلا وسهلا بك. أهلا بيك. إيش تمثل لك تامر هذه الحفلة تحديدا، وهل كنت تتوقع يعني هذا التفاعل أو طريقة الناس؟ هل كان الجمهور السعودي بالنسبة لك لغز؟ أنا بشكرك على المداخلة، شرف المداخلة أن أنا أتكلم مع الجمهور الكريم وأوصل لهم قد إيه أنا فرحان ومتشرف باليوم الجميل ده. وعايز أقول يعني أنا أخدت بالي إن في ناس كتير كان نفسها تحضر الحفلة وأنا كان نفسي أشوفهم ما عرفوش يحضروا بسبب انتهاء التذاكر في الرقم القياسي ده. إن شاء الله نعمل حفلة تانية بإذن الله، وبشكرهم لحضورهم وبشكر اللي حضروا، العدد الكبير اللي حضر فعلا على راسي. وبقول وبأكد كلامك، كانت حفلة منتهى الرقي والحب، وشفت حفاوة استقبال يعني الأهل فعلا. ما كنتش حاسس اني واقف قدام جمهور، كنت حتى واقف قدام أهلي وأسرتي، أحبائي، إخواتي، إخواني. كان يوم يعني مليء بالمشاعر وشوقها يعني انا كان نفسي اقابلهم من زمان، وانا كنت بشوف الجمهور السعودي لما بيجي لي كل حفلاتي في جميع انحاء العالم. نعم. كنت بشوف حاله الحب دي، وهي حاله متبادله فعلا، وانا بشكرهم جدا جدا، بشكر الهيئه العامه للترفيه على الانجاز الكبير ده وعلى الحدث الراقي ده، والاستاذ زكي وابنه على التنظيم الراقي ده. يعني انا بصراحه شفت تنظيم، انا لفيت العالم، غنيت في العالم كله. التنظيم اللي انا شفته امبارح ده لازم اشيد بيه قدام الدنيا كلها، تنظيم منتهى الرقي والتطور والاستقبال والتعامل الانساني حتى. يعني الاستاذ زكي كان بيتعامل معايا ان انا زي ابنه، فنان. شفت حاله حب كبيره مهما اوصف مش هديها حقها. احنا بنتعامل معاك بغيرة على معجباتك، مش زي عم زكي. نعم. اقول احنا بنتعامل معاك مع بغيرة عشان معجباتك، مش زي عم زكي ترى. عموما تستاهل، نتمنى لك التوفيق. انا خلي استغل وجودك ثامر، هل راح يكون لك فيلم قريب، فيلم البدلة في منتصف الشهر؟ هل انتهيته؟ ماذا تتوقع له؟ احنا حاليا بنصور فيلم البدلة ان شاء الله، انتاج الاستاذ وليد منصور، هو كان المصور الرسمي لوجودي في الحفلة من مصر. نعم. بنعمل دلوقتي في الاسبوع الاخير ان شاء الله، ومتوقع نزول الفيلم داره في العيد ان شاء الله. طيب، وانا اول شيء اشكرك، وانت فنان راقي ومحترم وتستاهل هذا الاحتفاء، وان شاء الله انا وانت راح نطبخ شغلة جديدة نتكلم في الايام الجاية، لعلها تكون في الأيام المقبلة بعون الله. إن شاء الله يا حبيبي، وأنا اللي بشكرك جدا جدا، وبشكر الشعب السعودي الراقي على استقباله الجميل، وبشكر كل الجماهير العربية اللي بتتفرج وبتسمعنا دلوقتي. ألف شكر لكم. تسلم. شكرا الفنان الكبير تامر حسني، كان معنا هاتفيا تحدث عن الحفلة الأخيرة اللي كانت رائعة جدا. دائم شغل هيئة الترفيه مميز، نتمنى لهم التوفيق، وحتى الناس اللي تتعامل مع الهيئة الشركات الأخرى.